الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رب الخير جميعا. هنتكلم إن شاء الله بإذن الله اليوم عن Removing Nested Or. Removing Nested Or لما يكون عندي expression زي Be Condition 1 Ended مع Be Condition 2 Ored مع Be Condition 3، ده في تفسير ال الماس بيقول ان اللي هيتنفذ الاول بي كونديشن 1 اورد مع بي كونديشن 3، الاثنين دول اورد مع بعض، الناتج يتعمل له اند مع البي كونديشن 1. تمام، في الجافا سكريبت بتقول لك ان ده ايكوال تو نوت بي كونديشن 1 اورد مع نوت بي كونديشن 2 اندد مع مع نوت بي كونديشن 3 الكل منفي. يبقى هو ايه؟ هو مش شارك الاكسبريشن زي ما هو، بس عمل ايه؟ غير بقى الاند بالاور وعمل السيناريو الجميل اللي احنا كنا فاكره. فاكرين طيب فوق لما كنا بنقول والله احنا لو عايزين نحول مثلا من اور لاند كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب الاور نخليها اند وننفي الاطراف كلها ونروح نافيين البتاع، جميل، ونافيين القيمه كلها. فانا هنا عندي اور عايز اخليها، انا هنا عندي مثلا اور عايز اخليها اند، هروح انفي الاولاني وان في الثاني وان في الكل، حلو جميل. وهنا عندي ايه؟ عندي قيمه اند. نرجع فوق شويه، لما كنا بنحول من اند الاور كنا بنعمل ايه يا جماعه؟ كنا بننفي الاول وبننفي الثاني وبننفي الكل ونحط ونحط اور في النص، فماشي زي الفل، جميل خالص. انا كده عندي اند، فهروح انزل اور انفي الاول والاول منفي وانفي الثاني الثاني منفي وانفي اللي بره واللي بره منفي، فيتظهر معايا الامور بالشكل دي. طيب احنا عايزين نجرب بالظبط ازاي الاثنين اكسبريشن دول بيساووا بعض. احنا هنعمل تيست، هي ده رول، ده واحده من ضمن الرولز، الاثنين دول متساويين. طيب احنا كتبنا الاثنين اكسبريشنز وهنحاول برضه نتست على الفاليو القيمه ديت، القيمه اللي احنا اخذناها. بولين اكسبريشن 1 عندي بفولس، امدد مع افتح قوس، بولين اكسبريشن 2 عندي بترو، اورد مع بولين اكسبريشن 3 عندي برضه بترو. هنفذ الترو مع الترو يطلع لي الناتج ترو، بعدين انفذ الاند مع الفولس يطلع لي الناتج فولس. انت عارف ان الاند ما بتشتغلش غير لما يكون الاطراف كلهم ترو، فكده الناتج طلع فولس. نجرب بقى القيمه اللي تحت، نوت بولين كونديشن 1 يعني هنا فولس، النوت بتاعها بيكون عباره عن ترو وانا ماشي بشكل خطي وامشي اور، نوت بوليان كونديشن 2 اللي هي هنا ترو نفيها بيكون عباره عن فولس، اندد مع نوت بوليان كونديشن 3، بوليان كونديشن 3 اللي هي ترو النفي بتاعها بيكون عباره عن فولس، امشي مع الترتيب المنطقي للمعادله، ترو اندد مع اورد مع فولس هيروح يديني ترو، واندد مع فولس الناتج بيكون عباره عن ايه؟ اند. انت عارف ان الاند هتطلع لك القيمه فولس. وانت جرب اي قيمه برضه نفس السيناريو، جرب اي قيمه عشوائيه من ضمن القيم، مثلا القيمه دي 1 1 و0 وبتحط بي كونديشن الاولاني والثاني والثالث وكده، هتلاقي ان الناتج تقريبا يطلع لك بنفس السيناريو. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.